جزاك الله خير يا شيخ. الله يسلمك. سؤال تاني، الضرب يؤثر. يعني مثلا انا مثلا حاسه يا انا سبت مثلا كلام زعلت من، فانا بحكي لامي مثلا اللي حصل بيني وبينها او بين حماتي، فانا كده بقى يعتبر غيبه يعني ولا؟ إذا كانت أمك ستصبرك، أمك ستصبرك، ففي هذه الحال تكلمي لعلها تصبرك. إن كانت أمك طيشة، في أمهات طيشة يعني، وتزيد المسألة اشتعالا وستغيري صدرها ضد حماتك، فلا تخبريها. جزاك الله خير. وياكم.